هل لله مكان؟ هذا السؤال يسأل كثيرا. أولا لابد أن نعلم أن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، ومن مخلوقاته سبحانه وتعالى الزمان والمكان، فالمكان مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، والزمان مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فلا يقال إن الله في مكان بحيث أن هذا المكان يحوي الله، لا، الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى، ومن صفاته سبحانه أنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، فهو يحيط الزمان ويحيط المكان، فلا يكون الزمان ولا المكان محيطين بالله تبارك وتعالى، بل الله محيط بكل شيء جل في علاه. فلا يقال الله في مكان أي أن هذا المكان يحيط بالله سبحانه وتعالى أبدا، وإنما الله خالق الزمان والمكان. لكن الذي حدث ماذا؟ أن أهل البدع نفوا علو الله تبارك وتعالى، وقالوا الله في كل مكان أو الله ليس في مكان، وذلك حتى قال قائلهم الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل. طيب أين الله إذن؟ أين الله جل وعلا؟ فنحن عقيدتنا أن الله فوق سماواته سبحانه وتعالى، وإذاك من أسمائه العلي سبحانه وتعالى، فوق كل شيء جل في علاه، وهكذا نقول جل في علاه سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم، علو الذات، علو القدر، وعلو القهر سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم علو القدر، ثم استوى على العرش علو المكان. فالله في مكان عال جدا، وليس المكان محيط به، ولكن يريد أهل العلم عندما يقوم في مكان يريد أي في العلو سبحانه وتعالى. فالذين ينكرون المكان أو ينكرون علو الله تبارك يقول الله ليس في مكان، وأهل السنة عندما يقول لا الله في العلو أثبتهم المكان لله تبارك وتعالى. نحن لا نقول أن المكان محيط بالله، ولكن نقول ماذا تريدون بكلمة مكان؟ ماذا تعنون بها؟ هل تريدون عندما تقول أن الله ليس في مكان أنه لا يوجد مكان يحيط بالله؟ نعم نحن معكم ونبصم لكم بهذا، الله ليس في مكان يحيط به سبحانه وتعالى، بل هو محيط بكل شيء. لكن إذا قالوا الله ليس في مكان نريد أن الله ليس في العلو، نقول لا، الله في العلو سبحانه وتعالى، فنثبت علو الله تبارك وتعالى. ثم أنتم انظروا في أنفسكم، نحن إذا دعونا الله تبارك وتعالى ماذا نفعل؟ هكذا نرفع أيدينا إلى السماء. لماذا لا ندعو هكذا أو هكذا؟ لماذا؟ لأننا نعلم علما يقينا أن الله فوق سبحانه وتعالى. وإذاك الله جل وعلا يقول آمنتم من في السماء، أي في العلو، والسماء هو العلو، كل ما علاك فهو سماء، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الصبرة التي وجد النبي فيها بللا، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء، يعني السحاب، فكل ما علاك فهو سماء، لذلك يسمون السقف سماء، فكل ما على الإنسان يعتبر سماء. فالقصد أن الله عندما نقول أنه في السماء أي في العلو سبحانه، لا أنه داخل السماء، السماء مخلوق من مخلوقات الله تبارك، وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه، كيف يقال أن الله بعد ذلك أنه داخل السماء؟ لكن في السماء أي في العلو، فكل ما علاك فهو سماء. ولذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء، أي في العلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. فنحن نثبت علو الله تبارك وتعالى، ولا نثبت المكان لله جل وعلا بحيث إن المكان يحيط به، ولكن نقول إن الله في العلو سبحانه وتعالى، ولذلك نتجه إليه في العلو سبحانه جل في علاه، الذي يدور في خلدنا أنه وسواس. الأمر الثاني أن الوسواس الخناس هو الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالوسواس الخناس هو
الشيطان الرجيم. الأصل الثالث هو أن الشيطان عدو لنا. يقول الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فلا نقبل شيئا من عدونا. فإذا آمنا بهذه الحقيقة وهي أن الشيطان عدو لنا إذا لا نقبل من عدونا شيئا. الأمر الرابع أن الشيطان كذوب. كذوب يعني كثير الكذب، كثير الكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب صدقك وهو كذوب، يعني الأصل فيه أنه كذوب لكن صدق في هذه، صدقك وهو كذوب. إذن كيف نقبل من كذوب؟ الأمر الخامس بماذا أمرنا الله تبارك وتعالى؟ قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أمرنا الله جل وعلا أن نتخذه عدوا، أن نعاديه كما أنه أعلن عداوته لنا. كذلك وهو الأمر السادس علينا أن نعرف أن الشيطان ضعيف. يقول الله تبارك وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فلا نعطيه أكبر من حجمه. نعم نحذر ننتبه، لكن أيضا لابد أن نعرف أن أقوياء باعتمادنا على الله، وأن الشيطان مهما بلغ كيده فكيده ضعيف إذا قوي إيماننا، إذا صحت عقولنا وقلوبنا فإن كيد الشيطان ضعيف. الأمر السابع وهو مهم جدا ألا نسترسل مع الوساوس، وهو ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم فلينتهي، ولينتهي. لا تسترسل مع هذه الوساوس. إن جاءك الشيطان وصار يدخل في صدرك مثل هذه الأسئلة فلا تسترسل معه، اخرج من المكان الذي أنت فيه، اجلس مع صديقك، مع أمك، مع أبيك، مع زوجتك، مع زوجك. المهم لا تسترسل، لا تكن وحيدا، فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية. خالط الناس حتى تبتعد عن وسوسة الشيطان. الأمر الأخير أكثر من الاستعاذة بالله جل وعلا، استعذ من الشيطان برب الشيطان ورب كل شيء ورب كل أحد، وهو الله العزيز القوي سبحانه وتعالى. أن ندعوه وأن نلجأ إليه أن يذهب عنا هذه الوساوس. يكفيك أن الله معك سبحانه وتعالى، حسبك الله، كافيك الله، لا تهتم لغيره. ولذا جاء في الحديث وقد مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها لما أرسلت إلى معاوية: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه أرضى الناس. أي كل شيء نعتمد فيه على الله سبحانه وتعالى. حسبك الله، إذا كان الله معك لا تهتم، لا تبالي، لا تبالي. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام أيضا تكرر ذكر ذلك، قال الله تبارك وتعالى عليه النبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. انتهى الأمر. إذن الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي وحسب المؤمنين الله، أيضا الله حسبك والله حسب المؤمنين. الله يحفظك والله يحفظ المؤمنين، الله يحميك والله يحمي المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك، أيضا حسبهم الله سبحانه وتعالى. وخطأ أهل العلم من قال حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، أي أنه جعل المؤمن في محل رفع فاعل، أي حسبك الله وحسبك المؤمنون، المؤمنون يكون حسبا للنبي صلى الله عليه وسلم. غير صحيح، التابع عمره ما يكون يعني حسب للمتبوع أبدا، بل ولا يكون أفضل منه أبدا، وإنما المتبوع هو الأفضل وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمعنى الآية الله حسبك والله حسب المؤمنين الذين معك، وهذه بشارة
من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، يقول الله تبارك أنا حسبكم، فليحاول أيا كان أن يؤذيكم فإنه لا يستطيع.